هذا وتمثل ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة تاريخ مفصلي ومحطة للمملكة ومنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، ولتكون شاهدة على تاريخ أرض وتحل مكانة متميزة ورمزية خاصة على مر السنين. سنتحدث بشكل أعمق عن هذا الموضوع والتاريخ عن مكانة الدرعية مع ضيفنا عبر تقنية الاتصال المرئي الأستاذ عبد الله بن غانم القحطاني، باحث بالدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيد القحطاني، نرحب بك بداية، وماذا يعني لك كسعودي الاحتفال بيوم التأسيس؟ يعني هذا اليوم هو يوم لكل سعودي، هو يوم للأمة السعودية، هو يوم أن أوجد لنا هذا الكيان العظيم السعودية بدولها الثلاث. حقيقة هذا اليوم هو يعني وجودنا، يعني حياتنا، يعني حضارتنا، يعني التئام شملنا، يعني إيجاد هوية وطنية لهذه الأرض ولهذا الإنسان، لنصبح في النهاية الدور الثالث من الدول السعودية، المملكة العربية السعودية. هذا اليوم يوم التأسيس لم نكن قبله نمتلك هذه الهوية، ولم نكن مجتمعين تحت رأية واحدة، ولم نكن أيضا نحمل ثقافة مشتركة تحت قيادة وتحت علم وتحت مفهوم وتحت دولة. يوم التأسيس، يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 بقيادة وزعامة وإرادة الإمام محمد بن سعود، يعني حياتنا كسعوديين، يعني هذه الهوية السعودية التي أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى هوية عالمية. أصبح الجميع يعلم بأن هذا المكان، بأن هذه الأرض، بأن هذا الإنسان يحملون هذه الهوية، يحملون قيمة هذه الأرض. قبلها كنا شتاتاً، كنا متفرقين، كنا متباعدين، فأصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى كما نحن في هذه اللحظات متوحدين، متقاربين، نسمو، نرتقي، أصحاب حضارة، أصحاب دولة. وأي دولة؟ دولة من ضمن الدول العالمية المؤثرة على شتى المناحي، على الناحية الدينية، على الناحية الاقتصادية، على الناحية الثقافية، على الناحية الحضارية، ثم على القيم الإنسانية. ها نحن اليوم بعد 300 عام من تأسيس دولتنا نصل إلى مبتغانا، ونسعى ونطمح إلى المزيد بفضل الله سبحانه وتعالى، لنكون كما يريد إنسان هذه الأرض بإرادة الله سبحانه وتعالى، قبلة، منارا، قيادة للعالم. نعم، نحن نقود العالم، نقود العالم في أشياء كثيرة جدا، على الناحية الشرعية الدينية، على الناحية الاقتصادية، وأيضا على المثل والمبادئ وحفظ الأمن وترسيخ المفاهيم الإنسانية للمنطقة العربية والإسلامية والدولية. يوم التأسيس يعني حياتنا، قبله لم نكن شيئا. طيب أستاذ عبد الله، برأيك الخاص ما مدى أهمية تعريف الأجيال بذكرى يوم التأسيس؟ الأجيال الحالية والقادمة عليها أن تعي بأن يوم التأسيس هو يوم وجودها، هو يوم وجود علمها، هو يوم وجود قيادتها، هو يوم وجود وحدتها ورسم مسارها على الخريطة الدولية. يوم التأسيس هو حياة كل سعودي، يوم التأسيس هو يوم كنا قبله لا شيء، كنا شذر مذر، كنا متفرقين، كنا متقاتلين، كنا متحاربين، كنا لا نعرف بعضنا إلا في جوانب ليست إيجابية بالمجمل، ولكن يوم التأسيس وحدنا، قربنا من بعضنا، ألغى الطائفية وألغى المناطقية وألغى القبلية العنصرية المقيتة، ووحدنا كما نحن كمواطنين تحت رأية واحدة، تحت قيادة واحدة، نسمو، نتطور، نقود، نتعلم. أصبحنا المملكة العربية السعودية بهذا العنفوان وبهذه القوة وبهذا الشموخ وأيضا بهذا التواضع الذي أمرنا به ديننا الإسلامي. إذن الأستاذ عبد الله غانم القحطاني، كنت معنا عبر تقنية سكايب من الرياض، شكرا جزيلا لك.